هذوما مقابلات نتاع تأهل ما يقبلوش التجزئة سيتانتو كل، لذلك مازلنا ما عملنا حتى شيء بارابور للتأهل. التأهل مش تلعب في السودان، عندنا مقابلة أخرى، مقابلة تعتبر نهائي كأس لنا احنا، باش تتلعب على التصرف، تصرف في المباراة، تصرف في الأوقات الصعبة، تصرف في الأوقات القوية، لكن كذلك باش تلعب على عقلية التحدي، عقلية التعب، التضحية، لا سوبريماسي معناتها التفوق التكتيكي اللي عندنا احنا كنادي افريقي بارابور للفريق الخصم. هذوما كل عوامل باش نتسلح بها في مباراة العودة هذه حتى نروح بالتأهل نتاعنا ان شاء الله. في الكرة الانكسي ان بيت ولا ماركي دي بيت داخله في اللعبه، نتمناو انه ديما في كل مباراه ما نقبلش ونسجل، هذا اكيد، لكن الانتصار سي انتصار. كذلك احنا قادرين باش نسجل اهداف في السودان، راه معناتها ماحناش ماشيين في السودان باش نرفض اللعب، بالعكس باش نلعب بكل ذكاء بكل توازن، لكن زاد باش نبحث على التسجيل، لانه واعيين انه لما نسجل في السودان نسهل على روحنا المباراه ان شاء الله. الاصابات خلقوا برشا كذا تعودت انا تو، وليت بلغه الكره مزلس فاكسيني، كل اسبوع عندنا اصابات، كل اسبوع عندنا شكون معاقب، النقص هذا موجود. تبقى عندي زوز نقاط مهمين برشا، اللي هي النقطه الاولى انا نخلص باش نلقى الحلول، وهذا من واجبي باش نلقى الحلول، لانه الجبان اللي هو يتخبى ويبحث على الاعذار. انا راجل وواقف على مجموعتي وعمري ما بحثت على الاعذار ولا تخبيت، لا ديما موجود ديما حي وديما نبحث على الحلول، وكل مره قاعدين الحمد لله ربي معانا نلقاو في الحلول. وفما المعطى الثاني اللي هو مهم برشا برشا، روح المجموعه في النادي الافريقي. معناتها وقت نتكلم على روح المجموعه في النادي الافريقي، حتى كي يبدا فما نقص روح المجموعه هي اللي تعوض النقص هذاك، وك شفتوا في كل مره الا والفريق يقولوا دفنوه ما تدفنش، يبقى ديما حي، ومش حيك هو حي باللاكاليتي. الوغ نقول انا روح المجموعه هي اللي تغطي النقائص الكل.